فالحمد لله لم تتوقف خزينتنا عن سداد الديون الخارجية ولحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي ولا بد من الاعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير للميزانية ميزانية الدولة، وهو في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية، ومما يعزز الثقة في استدامة توازناتنا المالية في ظل هذه الظرفية الصعبة هو حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية ستاندرز اند بوز التي أكدت الأفاق المستقرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.